السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله بخير. أقدم لكم اليوم شريح عن موقع عدي فلاي. طبعا هذا الموقع أنا مجربه يعني حوالي صار سنتين، وحققت بيه أرباح، يعني أرباح كلش حلوة وجميلة، واستمرار العمل في هذا الموقع يحقق نتائج مرضية. جربت هذا الموقع بأنه مصداقي بشكل كامل، بحيث تقدر تكسب منه أرباح. طبعا وطريقة كسب الأرباح من هذا الموقع جدا سهلة، يعني شلون أريد أوصل لكم الفكرة؟ بأنه هي تاخذ رابط عن موضوع أو عن موقع تحميل، يعني بكان ما يكون طويل تاخذه تخليه بهذا الموقع، راح يتقصر الرابط يصير على شكل رابط قصير، وهذا الرابط من خلاله عند الضغط على أحد الزوار أو انت خاله مثلا باليوتيوب تحت شرح الفيديو، مثلا فيديو عندك باليوتيوب جاي تشرح عن فد مثلا برنامج، جاي تشرح مثلا على الفوتوشوب، فلاتر الفوتوشوب، وخال رابط تحميل فلاتر، فبكان ما تخليهن مباشر تقصر الرابط بالادي فلاي، من يشوفه احد الزوار يضغط على الرابط بذيك الساعة راح يدخل الى صفحة اعلانات، ومجرد انه دخل على صفحة الاعلانات تنحسب لك ضغط الزر. طبعا ان كان الزائر انتظر 5 ثواني او غلق الصفحة هي تنحسب لك ضغطة. طبعا واذا ضغط تخطي الاعلانات يذهب الى الموقع، موقع التحميل، من خلال مشاهدة الاعلان او الضغط على الرابط هو انت كسبت هاي الضغطة وحصلت من خلالها. اشرح مثلا على اليوتيوب، اليوتيوب كل 1000 مشاهدة تحصل دولار، بينما الادي فلاي تقريبا نفس الطريقة، يعتمد على الضغطات على الروابط. طبعا انا قدرت اوصل اكثر من 1000 ضغطة في اليوم، لين عندي اكثر من 5 قنوات على اليوتيوب، وتجمع عندك تجمع يعني كل شهر يصير عندك مبلغ لا بأس به، مجرد انه تشرح عن برنامج. هم تعتبر هذه مكاسب تستفاد منها، وانصحكم يعني بهذا الموقع. وهذا الموقع مجرب، وانا ما حبيت اطول وياكم، رابط التسجيل اسفل الفيديو اللي يريد يحب يشترك عن طريق هذا الموقع، فانصحكم به. والان اترككم مع شرح مفصل الموقع، لا تنسوا تسجيل الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلكم كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام، اليوم سوف نشرح طريقة التسجيل في موقع الربح من الإنترنت، موقع أدفلاي. هذا الموقع تستطيع الربح من الإنترنت عبر تقصير الروابط وإعطائها للزوار، ومن ثم يظهر عندهم إعلان، هذا الإعلان مدته 5 ثواني، وبعدها يذهبون إلى الرابط الذي تختصره أنت، وبالتالي تستطيع أن تجني المال. موقع أدفلاي هو الموقع الأكثر مصداقية في العالم بشكل كامل، يعني أكثر موقع مصداقي عنده مصداقية هو هذا الموقع. طبعا هناك مواقع أخرى لا بأس بها. الآن سوف نذهب لشرح طريقة التسجيل. إذا نضغط هنا اسمك، اسم المستخدم مثلا، هنا الإيميل، أيضا على كتابة الإيميل، هذا التبويب يبقى كل ما هو مثل ما هو. طبعا موافق، اضغط اكتب كلمة السر، بعد كتابة كلمة السر هنا اكتب ما تشاهده في الصورة، أي كلمة، نعم أجري الذهاب، يقول لك لقد أرسلنا إرسالة إلى إيميلك، اذهب وتفقد ذلك خلال 3 أيام. نذهب إلى الإيميل، نذهب إلى هذا الرابط لإتمام العملية، يقول لك أدخل مفتاح التفعيل، هذا هو مفتاح التفعيل الخاص بي، إذا account confirmed يعني تم تفعيل الحساب.
نذهب لتسجيل الدخول. في هذه النافذة تضع ما تشاء من الروابط، يعني تستطيع اختصار أي رابط من خلال هذه النافذة. طبعا بعد أن تختصر الرابط أنت عليك أن تنشر هذا الرابط، ومن يزور هذا الرابط يظهر عنده إعلان، هذا الإعلان مدته 5 ثواني. طبعا بعد أن يضغط يظهر، بعد أن يضغط تخط الإعلان يظهر لديه هذا الرابط. طبعا على كل زيارة يعطونك عدد معين من السندات، طبعا يختلف هذا من زائر لزائر، من دولة لدولة. طبعا هنا هذا التبويب، عدد النقرات، وهذا هو رصيدك الحالي. هنا استخدام أو عدد الزيارات اليومية، هنا البلدان التي تمت زيارة روابطك من خلالها، وهنا المواقع التي جلبت الزائر. طبعا هنا عدد، هنا تجد الروابط التي تختصرها أنت، تبويب تولز تضيفها، تضيف هذا البانر أو هذا السكربت عندك، يعني في موقعك تضع هذا السكربت في موقعك. كل من يزور موقعك سوف يرى إعلان أدفلاي، وبالتالي سوف تجني المال على كل من يدخل لموقعك. طبعا هنا هذا تبويب الدفع، هذا تبويب الدفع، أنت لا يوجد لديك. طبعا كيف يتم الدفع؟ أول شيء عليك أن تربط حسابك البنكي بالموقع. الموقع يقبل بنكين، أول واحد باي بال، إذن يقبل هذا الموقع بنكين. هنا تضع إيميلك الخاص بالبنوك، وسوف تتم عملية الدفع بشكل شهري، وأيضا متى تشاء بعد كحد أقصى، ولكن أن يكون بشرط أن يكون في حسابك أكثر من 5 دولار. إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية الشرح، أستودعكم الله، ولا تنسوا الاشتراك في المدونة، وسأضع لكم رابط المدونة الخاصة بالقناة أسفل الفيديو، وسأضع لكم روابط بأهم مواقع لرفع الملفات تجدونها في المدونة الخاصة بالقناة، مع أفضل برنامج مونتاج لعمل الفيديوهات ونشرها باليوتيوب. والآن وصلنا إلى نهاية الشرح.